أبنائي، وكم كان محببا لدي أن أكون معكم كواحد منكم أشارككم المخاطر والمصير في السراء والضراء، ولكن الساعات العصيبة التي نعيشها الآن تحول دون تحقيق هذه الأمنية العزيزة. ولكن كونوا على ثقة من أن شعب الكويت العربي الأشم الفخور بماضيه المتطلع دوما إلى المجد والعلا سيظل معكم بكل قلبه وجوارحه.